بشكل عام، ورغم أن الدول العربية كما قلت في بداية حديثك ما زالت مستعمرة من طرف القوى الاستعمارية الكبرى، يعني ما هو موقف العرب من وعد بلفور؟ يعني كيف تتحسس موقف العرب حين ذاك من هذا الوعد؟ طبعا الفلسطينيون يعني ذاك المعنيين بدرجة أولى هم الفلسطينيين كانوا يرفضون هذا الوعد، وعبروا عن ذلك بشكل صريح عندما جاءت هذه اللجنة، لجنة كينغ كريم، وقامت بجولة بين الوطن العرب. كانوا يرفضون ذلك وبدأوا يقاومونه، لأن المقاومة الفلسطينية بدأت منذ تلك الفترة. ولكن الإشكال هو ما كنت أقوله الآن، لأنه في تلك الفترة الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة إلى حد ثورة القسام كانت اولا تعتمد وسائل نضاليه تقليديه تاع عرائض واجتماعات ويعني واضرابات على الاحيان ذلك، وكانت تعتبر ان بريطانيا هي دوله محايد. بريطانيا صاحبه وعد بلفور كانوا يعتبرونها حكما، وكانوا يرسلون لها عرائض ويطالبونها بالتدخل لكذا، الى ان جاء القسام و يعني انجز نقله نوعيه في النظام الفلسطيني عندما بين بان راس الداء هي بريطانيا وليست إذن الحركه الصهيونيه. وكما قلت سيادتك هو انه الثوره الفلسطينيه او المقاومه الفلسطينيه بدات معنا منذ الانتداب البريطاني في 19 في ثوره يافا، في 20 في ثوره القدس، في البراق 29 وثورة البراق ايضا، وثم جاءت الثوره الكبرى ثوره 29 36 نتاع القسام. هذه الثورة التي تقريبا استمرت لمدة 3 شهور، الإضراب العام الذي استمر تقريبا 3 شهور، وأجهض بسبب تدخل الدول العربية. الثورة من 36 39 ثورة نعم. أجهض بطبيعة الحال، ولكن يعني كان موقفا مفصليا، وكان يعني رؤية استراتيجية، بمعنى أن رأس الداء ليست الحركة الصهيونية وإنما هي بريطانيا. نعم. وهذا ما فهمه القسام، وهذا ما جعله إذن نحن نتحدث عن مرحلة ما قبل القسام وما بعد القسام في هذا الأمر. وأعتقد أن حركة حماس نشأت انطلاقا من هذا الوعي، لأن حماس نشأت بالذات بعد اتفاق أوسلو، وتركز بعد اتفاق ورفضت هذه الاتفاقيات على أساس أنه رأس الداء هي أوروبا وأمريكا وليس إذن حركة إذن الصهيونية. وكان يركز شوية على تدخل العرب لفض هذه الإضراب، لأنه بريطانيا وقتها تقريبا وسطت العرب رب للتأثير على القسام من أجل إيقاف هذه الثورة، هذه الثورة اللي تقريبا قتل فيها تقريبا 5000 شهيد. أيوة كثير. يعني شنو الدولة العربية؟ لأنه وقتها مصر، يعني الملك فاروق والحكم الملكي إذن في مصر هو الذي كان يتوصل، وهذا كما قلت يدخل في باب نوعا ما الثقة ببريطانيا. واعتبارها كانت مستعمرة مصر يعني. اي طبعا هذا هو الاشكال، اعتبارها حركه يعني او دوله يعني محايده، ويعني هي الخصم والحكم، ولكنهم يتعاملون على انها حكم. لكن في تلك الفتره بالذات كانت هناك حركه الاخوان المسلمين التي قدمت دعم كبير، كانت تقوم بجمع التبرعات وترسلها إذن إلى الفلسطينيين، وكانت تدرب إذن المصريين على القتال وارسلتهم فيما بعد في 48 إذن إلى فلسطين. كانت هناك وحول المسلمين في تلك الفترة كانت حركة شعبية وكانت ممتدة في المجتمع المصري، وبالتالي يعني كانت ربما هي تعوض عن هذا الخذلان أو هذا الموقف السلبي من الحكومة المصرية إذن آنذاك. هي تلقت تقريبا العرب تلقوا وعدا من بريطانيا في مقابل إيقاف هذه الثورة، يعني كانت واضحة. أنا فقط نحب نركز على ما تسميه أنت بالسذاجة السياسية للعرب حينذاك، وما يسميه بعض المؤرخين أيضا بأنه تآمر على القضية الفلسطينية في ذلك الوقت. كان بينه أكثر هذا التدخل العربي من أجل إيقاف هذه الثورة وهذه الانتفاضة الأولى بالوعي السياسي اللي كنت تحكي عليه تاع القسام. كان هناك وعود بالاستقلال مثل ما حصل في مع الملك فيصل، يعني في الوقت اللي كانت فيه إذن الاجتماعات تاع سايكس بيكو تقسم الوضع، كانوا يعيدونهم إذن بالاستقلال إلى غير ذلك، ولكي يضمنوا وقوفهم معهم إلى جانب في مقاومة الخلافة أو الإمبراطورية العثمانية التركية. نفس الشيء وعدوهم بالاستقلال، ووعدوهم يعني مثل ما حصل في أوسلو. أوسلو وعدوهم بأن غزة تصبح جنة، ووعدوهم يعني باستثمارات بالمليارات، وبعد ذلك كل شيء سقط في الماء، والأمر يتكرر يعني منذ العشرينات يتكرر دائما في هذا الأمر. هناك دائما هذه الوعود بالاستقلال بالرفاهية بالازدهار، ولكن طبعا لا يلدغ المرء من جحر مرتين إلا إذا كان أحمق. هذه القاعدة. أو متآمرا يعني هذا شيء أكيد، لأنه التآمر عندما تغلب مصلحتك الذاتية على مصلحة الأمة، هذا هو التآمر على مصلحة شعبك. وذي ربما نستشفه أكثر في حرب 48،
حرب 48 تقريبا نصل اليها في 1548، 6 دول شاركت في هذه الحرب ولكنهم انهزموا امام العصابات الصهيونيه وتاسس بذلك التاريخ تاسست دوله اسرائيل. هذا انا لدي فيه راي اخر. نعم. طبعا لانه جزئيا يمكن ان نناقش هذا الامر. لماذا؟ لانه منذ 48 نحن كنا وما زلنا وما زال الكثير منا تحت مفعول الدعاية الصهيونية. من بين هذه الدعاية الصهيونية هو أن فئة قليلة من الصهاينة تمكنت من أن تنتصر على 6 دول العربية. نعم. في الحقيقة الأمر لا يؤخذ بهذه الكيفية في تقديري. لماذا؟ لأنه عمليا وواقعيا الصهاينة كانوا أقوى من العرب مجتمعين، من حيث التسليح، من حيث التدريب، من حيث الجاهزية، من حيث بنية المجتمع إلى غير ذلك. يعني نأخذ مثال فلسطين. فلسطين كان فيها 70%. نحكيه على عام 48. يعني قبل 48. قبل إقامة الدولة الإسرائيلية. لأنه أغلب العناصر متاع العصابات الصهيونية هي مدربة في أوروبا وشاركت في الحرب العالمية الثانية. وهناك فرقة كاملة كانت تقاتل مع البريطانيين بعلم إسرائيل. ومعهم طبعا لا ننسى أنه التعويضات التي تلقتها إسرائيل من ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية أكثر مما رصد من أموال في إطار مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا. هذا لا ننساه. ونقول أموال معناها إمكانيات مادية. إضافة إلى ذلك هناك عنصر التدريب، عنصر الجاهزية، عنصر إذن المجتمع كان مجتمع متطور، كانت فيه المرأة يعني في مراكز متقدمة. في الواقع في ذلك الواقع العرب المرأة كانت مهمشة، كانت لا شيء سياسي. الريف الفلسطيني والمصري والعربي كان لا شيء سياسيا. يعني إذا أخذنا لأن المعركة تقاس بما يمكنك أن تعبئه في المعركة في المواجهة. يعني ما كانت يعني إسرائيل كانت تعبئ نسبة 80% من مجتمعها لمواجهة العرب. العرب كانوا يعبئون 20% فقط من قواه، لأن بقية القوى هي مهمشة سياسيا وثقافيا واجتماعيا. وبالتالي أنا أميل إلى أنه قضية هذا أنه مجموعة صغيرة من اليهود والصهاينة تمكنت من أن تنتصر على يعني 6 دول إذن عربية، هذا يدخل في باب الدعاية الصهيونية. صحيح كانت هناك يعني أعطيك مثال، الأسلحة التي كانت بحوزة إذن العرب أنذاك خاصة المتطوعين سلمت لهم أسلحة من بقايا الخلافة العثمانية، يعني أسلحة تعود القرن 19، يعني أسلحة متخلفة جدا تشبه بلادق الصيد. يعني هو رغم كل ما قلته دكتور، كي نرجع لسير المعركة نلقاو أنه في بداية الحرب كانت هناك سيطرة عربية على عديد المواقع، بل سيطرة الجيش الأردني سيطر على جزء من الأراضي، الجيش المصري كان أيضا سيطر على جزء من الأراضي، الجيش العراقي سيطر. يعني تحس بأنه ثم نوع من الخذلان أو نوع من الحسابات الشخصية داخل المعركة هي التي ربما قلبت الموازين، رغم هذه القوة العددية اللي كنت تحكي عليها نتاع الصهاينة ورغم القوة المادية اللي اكتسبها. هذا صحيح نجم يكون وقت آمل، ولكن في تقديري أن المعارك هي بمآلاتها مش ببداياتها. نجم يكون في البداية تكون لكن مثلا نقول على سحب الجيش الأردني وخلى الجيش المصري وقتها معري وتم استهدافه. يعني هذا صحيح هناك صحيح ثم تآمل، ولكن ننظر المسألة نظرة بعدية، نظرة بعدية. يعني حتى لو واصل الجيش الأردني في نهاية الأمر يعني كان هناك اختلال في ميزان القوى ولصالح إذن العصابات الصهيونية، لأنه العبرة لا أعتقد أنها بمثل جيش، لأن الجيوش العربية ذاك أغلبها كان ذو تسليح تقليدي وذو تكوين إذن تقليدي. وأعطيك مثال، عندما أرسل العراق إذن جيشا إذن إلى فلسطين في تلك الفترة، وقف الرئيس العراقي أنذاك يخطب فيهم ويقول لهم لا تقتلوا امرأة أو صبيا أو كذا، في الوقت الذي كان الجيش الصهيوني نصفه من النساء يقاتلن. يعني كان هناك وعي مفوت، كان هناك يعني عدم وعي، عدم إدراك ل هناك وعي جديد، هناك تطور جديد، ما زالت القيم التقليدية البسيطة متاع المنازلات متاع الفرسان متاع الصراعات القبلية تسيطر إذن على تكوين إذن الجيوش العربية. يعني لم تتكون إلا بعد. أنا نستشف من كلامك كان ثم نقطة مهمة جدا، أن الأنظمة العربية أو الجيوش العربية كانت فاقدة الثقة في بعضها. صحيح، لأنه وإذا كان ثم فقدان ثقة في بعضها دونك ثم نوع من الخذلان وقع داخل. هذا داخل صحيح المعارك. هذا صحيح، يعني مش القوة المادية برك هي حسمة الصراع. أيضا حسمة الصراع بعض الحسابات السياسية لدى الأنظمة العربية، شكون يسيطر شكون اللي يستغل. هذا صحيح، لأنه هذا باش يتبرر فيما بعد وقت اللي كل نظام يحب يتكلم باسم الفلسطينيين واستغل ذلك للتغطية على الخمع. الشعار نتاع لا صوت يعلو فوق صوت المعركة هو شعار لتبرير
الاستبداد والظلم، بمعنى أنه في ظل معركتنا مع الصهاينة نؤجل كل شيء، نؤجل الديمقراطية ونؤجل إذن الحرية ونؤجل الانتخابات ونؤجل كل شيء. هذا السؤال هذا صحيح، لأنه لا ننسى أنه المنطقة كانت منطقة انقلابات عسكرية، والانقلابات العسكرية بعد حال تقف وراها دائما طموحات شخصية، وفي سبيل ذلك يعني تباع الذمم وتباع الأرض وتباع كل شيء. يعني فهذا صحيح، يعني الجيوش العربية لم تكن لها ثقة في حكامها. يعني في 67 أعطيك مثال، لماذا دمر الطائرات المصرية كلها وهي على الأرض؟ المفروض أنك أنت في حالة صراع مع عدو يتربص بك تكون طائرات أغلبها يكون في الجو. لماذا؟ لأن وجودها في الجو يعني إمكانية انقلاب عسكري، ولذلك يعني ضحية بها، تركت في المطارات جاثية غير ذلك، خوفا من أي انقلاب إذن عسكري قد يقع.